بخير وعلى خير. فيديو جديد في القناة، كنتمنى أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم ووصل كذلك لعدد كبير 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 بزاف ديال المشاهدة، وبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الأصدقاء والأحباب ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات بزاف ومن التعاليق ديالكم، راه كنجاوب على أي واحد كيصيفط ليا تعليق. اليوم فيديو جديد بغيت نشارك معكم بعض المنتجات ديال الاستحمام اللي كنستخدمها، وكذلك واحد مقشر طبيعي اللي كنعملو دائما مثلا مره في الاسبوع ملي كنبغيو نعملو التدويش وداكشي، ضروري خصنا واحد مقشر للوجه ديالنا مره في السيمانه ولا الاقل، وخا 15 يوم. دابا نخليكم مع المقشر اول حاجه، ومن بعد نكملو على المنتجات اللي غادي نستعملو. بالنسبه للمقشر عندي ملعقه كبيره ديال ملعقه صغيره ديال القهوه، ملعقه صغيره ديال العسل، وملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. كنا زيت الزيتون نضيفو كذلك زيت الكوكو وجوز الهند، ممكن نضيفو قطرات من الليمون اللي عنده البشره ديالو ماشي حساسه، المهم غير بعض القطرات ما نعملوش بزاف. قلت لك بحال يمكن او ثاني نعوضوا القهوه بسكر، ولكن القهوه كتكون حبيبات ديالها رقيقه، السكر حبيبات ديالو غليظه كيجرح لينا البشره ديالنا، عليها انا كنفضل القهوه. وملعقه كذلك ديال العسل، كما كنعرفوا فوائد ديال العسل وزيت الزيتون. صافي كنخلطوا الخليط ديالنا بحال هذا الشكل هذا مزيان حتى كيدخل في بعضياتو، صافي كنطبقوه في الوجه ديالنا. لكم المقادير ديال والطريقه ديال هذا القماش، هو هذا صافي كنخلطوه مزيان وكنطبقوه على الوجه ديالنا، كنطبقوا على الوجه ديالنا وكنعملوا حركات دائريه، كنعملوا حركات دائريه في الوجه ديالنا لمده ديال 5 دقائق، وحنا كنعملوا حركات دائريه حتى كيتقشنا تحيدنا الجلد الميت اللي عندنا في الوجه ديالنا كامل، وكذلك صراحه الجسم كنستعمل الجسم ديالنا كامل. صافي وديك الساعه كنغسلوه. ودابا نوريكم المنتوجات اللي اخرى. اول حاجه غنبدا بها هو الغسول، هذا ديال كلين كلير، غسول كريمي وعميق المفعول، ينظف الاعماق المسامات، ليزيل الطبقات الاوساخ والزيوت البشره، رائع النقاء. صراحه مزيون بزاف، وعن التجربه ديالي كينقي لي البشره ديالي مزيان وكيحيد لي منها الحبوب عن تجربه. هذا الغسول سبق لي وريتكم فيه واحد الروتين المسائي، انا نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. هذا صراحه كيحمق هذا الغسول هذا. وعندي كذلك هاد سكراب وماسك بجوج بهم، جوج في واحد هذا. صراحة هذا عاد بديت كنستعمل هاد الماركة، هادي أمريكية، عاد بديت كنستعملها، يعني باقي ما عندي شي تجربة فيها بزاف، يعني باقي ما عطاتني شي نتيجة. واحد شي أيامات كنت كنحس بأنه كان كيعمل لي الحبوب في وجهي، ولكن باقي ما باقي كنعطيه الفرصة أنه يزيد يعطي النتيجة ديالو أكثر. هذا من الشوفان والقمح، صراحه مزيون، يعني هو في اللون ملي كتعملو كتحس بالبشره ديالك رطيبه، ولكن كنحس بيه بحال كيعمل لي الحبوب، يعني ما عنديش شي تاكيد بالضبط واش هو ولا يكون شي حاجه كناكلها ولا شي حاجه. المهم انا كنعطيه الفرصه انه يثبت المفعوليات ديالو. صافي. وبالنسبه للماسكات، انا كنستعمل ماسكات طبيعيه، عندي هذا ماسك ديال الودعه وبيكربونات صوديوم، هادو طبيعيين، هادو مجين من القلعات مكونة. صراحة مزيون مزيون هاد الغسول. هذا صراحة لتفتح وتبييض البشرة. هذا صراحة غسول طبيعي، ما تخافش من حاجة طبيعية، ما تخافش منها نهائيا. هذا كنستعملو غير مرة في الأسبوع، يعني ما كنستعملوش هاد المواد هادو بزاف يوميا. وعندي هذا الماسك كذلك ديال باللوز وزيت الارغان، هذا لتغذيه البشره، حتى هو مزيون هذا بالغسول حتى هو. هذو بجوج بهم ماسكات ديال الغسول، صراحه مزيون. وبحال اللي قلت لكم هذاك الغسول صراحه واعرين بزاف بزاف، كيعطيو النتيجه، كتحس بالبشره ديالك رطبه رطبه، يعني كتملها يدك كتحس بالبشره ديالك رطبه وناضره كذلك، يعني عاطيه الاضاءه في الوجه ديالك. كذلك كنستعمل هذا جوز الهند، هذا الزيت
هاد الماركة تا هي بيو صراحة، تا هي كتحمر. كنعملها الوجه ديالي بالليل ملي كنبغي نعس، وكنعملها ملي كنبغي ندوش، كنعملها تا الشعر ديالي. ها هي صراحة هاد الزيت ديال جوز الهند أو الزيت ديال الكوكو فيه بزاف ديال المنافع، يعني وصلاح البشرة وكذلك للشعر، فيه فيتامينات صراحة واعر بزاف هاد جوز الهند. مبغاتش تخصها تخرج ليا تسالت لي من بالي بحال قلتكم، صلاح بزاف بزاف ومزيون، يعني حتى هو كيرطب البشره ديالنا. وهاديك دابا نخليكم مع كذلك منتوجات ديال الاستحمام. بحال اللي قلتكم غنعملو منتوجات ديال الشعر. اول حاجه عندنا بها هو هاد الشامبوان هذا ديال بونتين، هذا ديال عناية ملكة للتلف، يعتني بالشعر التاليف. هذا شامبوان صراحة كان عندي واحد ديال ضد القشرة، كان واعر بزاف، فيه جوج حاجات ديميلور وشامبوان. صراحة أنا هذا هو اللي كنستعمل حاليا، لأنه هو اللي لأمني الشعر ديالي. جربت بزاف ديال المنتجات الرخيصة والغالية، كاملين كنحس بالشعر ديالي ناشفة، ولكن هذا صراحة عن تجربة ديالي من واحد المدة طويلة وأنا كنستعمله، كنحس بالشعر ديالي مرطبة ومهلي فيها زعما. صراحة هذا الشامبوان يعني ما نخدتش هذا نهائيا، صراحة مزيون بزاف. وهذا واحد الديميلور هذا صراحة أنا عاد بديت كنستعملو، هذا ديال إلسيف ديال لوريال باريس، بصراحة عاد ما عنديش شي معلومات عليه بزاف، عاد بديت كنستعملو. المهم قالوا النتيجة ديالو غادي نقولها لكم، أنا عطي هو فرصة أنه يثبت النتيجة ديالو. صراحة حتى هو 3 في 1 مزيون. هذا راه واعر هذا إلسيف. المهم من جربو ونشوف النتيجة ديالو أنا غنقولها لكم. كذلك هاد مي كنسالي التدويج كنعمل هاد بديل الزيت ديال أولت خادم ديال الافوكادو، الافوكا وشيا. صراحة هو عاد بديت كنستعملو، كنت كنستعمل تاهو ديال الاسم الذهبي، صراحة واعر هذا الطب. هذا عاد بديت كنستعملو، باقي ما عندي شي صراحة كيرطب الشعر، كتحس بشعرك رطيب، ولكن باقي ما شفتش المفعول النتيجة ديالو. المهم تا هو من نشوف النتيجة ديالو انا نقولها لكم. بالنسبه للجسم كنستعمل هاد فاندوش ديال تا هو ديال نيفيا بريحه الورد، صراحه تا هو ريحته كتحمق، وهذا راه الحجم كبير اقتصادي، يعني يدوزكم واحد المده طويله هاد فاندوش هذا. صراحه ريحته كتحمق ديال الورد، كتحمق. كنت كنستعمل قبل ديال افون، تا هو راه مزيون، دابا نبارطاجيه معكم. هذا الصراحه كنصحكم به، ريحته كتحمق وكتبقى في الجسم وكيخلي الجسم كذلك رطب. حاجه غنشارك معكم بالنسبه للاستحمام هو هذا مزيل الخلايا الميته ديال اوريفلام ديال ميلك هوني، صراحه حتى هو كيحمق طوب طوب طوب. هذا مزيل هذا سكراب هذا صراحه صلح الجسم كامل، وانا كنت كنستعمله حتى الوجه ديالي صراحه بخلاصه هذا ديال العسل ديال العسل هذا صراحه ريحته كتحمق. عارف ملي كتعمل في الجسم ديالك كيبقى لك الجسم رطب وكتبقى فيه الريحه، الجسم ديالك يشد لك الريحه صراحه طب. هذا سكراب هذا مازال الخلايا الميته، ها هو ديال اوريفلام هذا. صافي ودابا غنشارك معكم منتجات اللي من بعد التدويج، بحال الكريمه هذوك اللي كنستعمل. مكنستعملش شي حاجه بزاف، يعني الكريمه ديال نيفيا انا سبق لي شاركتها معكم في الروتين المسائي. صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تزيدوش تشجعوني اكثر بالتعاليق ديالكم، وشكرا على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.